السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هشوف ازاي نعمل تاسك. فاجي اول حاجة اقول له البروجكت ادمن. البروجكت ادمن بيدي الخطوط العريضة او بيعمل الشكل بتاع الشغل نفسه. فاقول له هنا انا عايز اعمل تاسك. طيب التاسك كاتيجوري ممكن اضيف كاتيجوري جديدة، تمام. اقول له اد، اقول له ايه تاسك مانثلي. ده لو انا عايز اضيف حاجة جديدة، تمام، هتبقى موجودة معايا في قلب القائمة أقدر أختار منها. هنا التايب بتاعي مثلا تشيك فالفز، وأروح ضيفها. هتبقى موجودة في الريبورت بالشكل دوت، تمام. ممكن تضيف حاجة تانية مثلا جو تو هيل، تمام، وتقدر تشوف في يعني واحد فيهم اللي يعملها الأول. وهنا الستاندرد بروبرتيز دي الحاجات اللي موجودة. في حاجات required مش هيوافق عليها غير لما هو يكتبها، في حاجات لازم تظهر، تمام، في حاجات تقدر تخفيها مش محتاجها. في custom properties تقدر تضيف حاجة جديدة، تقول له مثلا how are you، ده على أساس يعني ايه بتطمن عليه او كده. نوع السؤال دوت هل هيجاوب عليه بتكست ولا بيجاوب عليه بتاريخ ولا تشيك بوكس زي ما انت عايز، هل هو ريكوايرد ولا لا، اد بروبرتي. فده هتبقى متضافة هنا ويقدر يجاوب عليها او ما يجاوبش عليها. طيب بعد ما عملنا موضوع الشكل بتاع التاسك دوت، تمام، اقول له انا عايز اروح بقى للمشروع نفسه، تمام، واقول له هنا انا عايز اشوف التاسكات. ممكن تضيف التاسك في اليوم دوت، يعني مثلا ممكن تقول له مثلا ايه في يوم 31 مثلا احنا عايزين نضيف تاسك معين. التاسك هتديله الاي دي، الديسكريبشن، السكادول، الكاتيجوري بتاعتها، من اللي هيعملها. تقول له مثلا فلان الفلاني هو ده اللي هيعمل الوظيفة ديت، تمام. الستيتس، هل هي مشكلة جديدة ولا لسه موجودة ولا ايه الاختصاص بتاعتها. هتروح مسيفها. دي كده خدنا التاسك، مين اللي هيعمل التاسك ده. يعني انا بقول ان في حاجه معينه لازم شخص معين يعملها. ممكن تضيف ايشيو معين عليها، ممكن تضيف تشيك ليست، ممكن تضيف اكيوبمنت انت محتاجها، ممكن تضيف اتاشمنت، صور، اي حاجه، الكومنتات، الهيستوري،